خضر أعلن خلية الإعلام الأمني الحكومي انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش في محافظة صلاح الدين، وشاركت فيها قيادات القوات البرية في عمليات صلاح الدين وقيادات غرب الجزيرة، ومشاركة تشكيلات الحشد الشعبي أيضا وأفواج من شرطة محافظة صلاح الدين، وشرعت بعملية قوية في وادي الثرثار لملاحقة فلول داعش الإرهابي. هذه المنطقة التي تعتبر واحدة من البؤر الكبيرة لعناصر داعش الإرهابي، على اعتبار الامتداد الواسع لمنطقة سامراء ومطيبيجة ومكيشيفة، وبالتالي فإن القضاء عليها سيؤدي بالقضاء على عناصر داعش الإرهابي يعني بشكل كامل في هذه المنطقة. بالتالي تعاونت القوات الأمنية فيما بينها وانطلقت منذ صباح اليوم في هذه العملية لاستئصال خلايا داعش الإرهابي المنتشرة في وادي الثرثار وأيضا في جزيرة سامراء. طيب معتز، يعني هذه الحجم الكبير من القوات المشاركة في هذه العملية تنم عن أهمية هذه المنطقة، حبذا لو وضعتنا في صورة أهمية هذه المنطقة سواء كانت جغرافيا. بكل تأكيد المنطقة مهمة جغرافيا لعناصر داعش الإرهابي وأيضا لقواتنا الحكومية، على اعتبار المنطقة رابطة بين محافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار، ورابطة بمحافظة كركوك وصولا إلى الشمال العراقي، فتعتبر مكان استراتيجي مهم للقوات العسكرية ولقطاعاتنا الأمنية. أيضا وصول إمدادات عسكرية عن طريق وادي الثرثار وجزيرة سامراء وصلاح الدين إلى قطاعاتنا الأمنية، بالإضافة إلى الحفاظ على المراقد الدينية الموجودة في سامراء، على اعتبار وادي الثرثار خط امتداد لمنطقة سامراء، وهذا يشكل خطر على المراقد الدينية. بالتالي فإن تشكيلات الحشد الشعبي تكون مشاركة، وأيضا الدعم اللوجستي ووصول المواد الغذائية وأيضا الأسلحة إلى القوات الحكومية والشرطة الاتحادية وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن لا بد من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الحكومية أن يشاركوا في هذه العملية. أيضا بالمجمل والمحصلة فإن المشاركة بهذه الأعداد هو القضاء على عناصر داعش الإرهابي من كل هذه المحافظات، بعد أن رأينا انطلاق عمليات كبيرة بمشاركة أكثر قوة من هذه الأعداد في محافظة ديالى، نرى اليوم مشاركة قوية لقطاعاتنا الأمنية بالكامل في تحرير وادي الثرثار وصعودا إلى كركوك، وبالتالي هذه كلها العمليات تهيئة إلى تحرير مناطق أطراف كركوك من برثان داعش الإرهابي. من بغداد مراسلنا معتز أيوب، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل.